راح يصير. حتى بس اذا تسمح لي ارجع لي زميل المخرج والله، حتى سيد بهاء محسن الحسيني لبس مرقط، ها سيد بهاء يعني اذا الامور رايحه باتجاه معين، يعني هذه صوره السيد بهاء الحسيني بالمرقط، يعني شنو الامور وين رايحه؟ الامور رايحه الى تصعيد يعني استاذ امير. احنا الله يستر. احنا قلنا سيد الحمداني انه سيد الصدر قلنا في سابق اللقاءات هنا في هذه القناه الكريمه انه سيد الصدر مو بالسهوله، وانه رجل عنيد، وانه مقاومه الاجنبي ومقاومه الارهاب ومقاومه الساسه الفاسدين، وانه اول عراقي او بل اوحد من دخل الى المنطقه الخضراء معتصما. هذا الرجل صعب الميراث، لذلك نقول اخوتي اخواني اعزائي احبائي، حاولوا ان تتداركوا الوضع واتركوا المهاترات والصبيانيه السياسيه، اتركوا الغلو والذهاب بعيدا في الاستسلام لعالم الاحلام، اتركوا محاوله العيش في الخيلاء وانه انا ساكون رئيسا او وزيرا او مديرا او درجه خاصه. الوضع خطير، يحتاج تقرون الوضع صحيح، يحتاج تعيدون البوصله الى ما كانت عليه.